عجبك؟ عجبك؟ شو رايك نطلع نتمشى شوي؟ نقصدر يعني. نقصدك؟ والله انك فكرة حلوة، نقصدك بس لوين؟ ما بعرف، على المحل، تغيير جو. شنو على المحل؟ بعرفش، خلينا نروح مطرح ما باخذونا اجرينا، وهناك نتفاجأ، مغامرة يعني. مغامرة! بتعرف انا بحب المغامرات كثير، اسمع، بنروح من دون ما نفكر ولا نحسب حساب شيء، كأنه ما في قوانين. لا صح ولا غلط، لا مسموح ولا ممنوع. طيب عظيم، إذا نمشي معك. لوين؟ بقولك مشي. استنى شوي، بلكي لازم ألبس إشي عليك، بنفاش أطلع هيك. أنت بدك مغامرة ولا لا؟ لا بدي. عظيم، إذا نمشي معي بدون ما تسألي. كيف يعني من دون ما أسأل؟ بلكي ما عجبتني الفكرة. مو يا حبيبتي، إذا عرفتي بتبطل مفاجأة. ما لا، هو أنا مفاجأة مش معك هيك على عمياني. بدك مفاجأة ولا لا؟ لا بدي، بس بالأول لازم أعرف وين، بعدين كنتك تفاجئ. أقول أحلى، شو حلو، طلع أحلى مما توقعت. وبركي طلع أبشع. برضه بتفاجئ، بقول يا الله أبشع، وطلع أبشع مما توقعت. طب وإذا طلع بالضبط زي ما توقعتي؟ كمان بتفاجئ، بقول لك يي ما أحلاك، شو إنك بتعرفني وبتعرف شو بدي. بدي كل هاللفة الدوران عشان أعرف بعرف شو بدي تقريبا. حسب رأيك أنا ما بعرفك منيح؟ لا بتعرفني بس مش 100%. ليش أنت بتعرفيني 100%؟ لا نسبة أوطى شوي، 99.6% هيك. أوف، شو هالدقة هاي؟ الأرقام إشي علمي، دليل حضارة وديمقراطية. يعني بدهاش نقاش. انت بتشوف فيه؟ مش بالتحديد فيك انت، بس انا بشك في الارقام ومصدرها. الانسان لازم يشك بكل شيء، حتى بالدليل العلمي. بكل شيء فيش فيه اثبات. لشو وجعت الراس هادي؟ هلا التفكير صار وجعت راس برايك؟ مش كل شيء في الدنيا بنقدر نثبته. صح، حتى هاي بتعرفي شو؟ شو؟ أنا شاكك إن قصة اللغم هاي مش مظبوطة. هالشك لحاله بكفيش، لازم تعمل إشي عشان تقدر تثبت. أنا بقدرش أعمل أي شيء. بلشت أقنع إنك مرتاح. مرتاح؟ كل هذا ومرتاح؟ طالما أنت مش قادر تجرب وتطلع من هان معناته أنت مرتاح. يعني بدك اياني انا بجير عشان اتاكد؟ اي جعلني لا اتاكدي، انا مش ناوي اروح هلا. بتعرفي جربي انت، بتعرفي شو؟ تعالي بدل انا وياكي. بتعرف شو؟ والله انها فكره حلوه، يلا مشي. طيب بس عوين. مطرح ما بقدر اجرينا مشي. بس على قليله كل محل حلو، بتعرفيني انا ما بنجم بكل محل. واضح. بس برضه ما تخطط كثير، يعني خلي مساحه للمغامره والاستكشاف. طبعا خلينا بالأول ندفع على الفكرة العامة، بتعرفين أنا بحب الشغلات الواضحة، خلينا ندفع من الأول. طيب، شو رأيك نروح على محل رايق؟ أروق من هون؟ تزهقي بعدين. طيب، منروح على محل مولع. لا أنا بنزعج من الصوت العالي. الغابات. لا الغابات كلها مليانة حياة وطباع. الجنينة. ولك لا، الجناين كلها حشيش استطلاعي مرسومة رصيم. فإذا ما فيش غير شط البحر. أوه، حلوة الفكرة. يلا مشي. ورمل وزلط. رمل؟ بدخل جوا الكندرة. شلح. طب بتوسخوا الكلسات. شلح. طب وإذا الرمل دخل بينا سبع جراح؟ بتغسل جراح. مو بدي أرجع أمشي على الرمل، يعني هي. معناته ما فيش غير الصح. كثير شوب هناك. معناته أرجنتينا فانتازيا.